بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس الرياء وخطر، وهو الدرس التاسع من مادة الدراسات الإسلامية قسم التوحيد للصف الثاني الابتدائي المنهج الجديد الفصل الدراسي الأول. سنتعرف في هذا الدرس على تعريف الرياء، وسنتعرف على أمثلة على الرياء، وحكم الرياء، وأثر الرياء على العمل، وعلاج الرياء، وحكم ترك العمل مخافة الرياء، ومما لا يدخل في الرياء، في أعمال لا تدخل في الرياء ويظنها البعض أنها رياء. يبقى هذه الأشياء التي سنتحدث عنها. كده وضحنا أهداف الدرس. تمهيد: الإخلاص لله وحده عبادة عظيمة لها أثر في الدنيا والآخرة، ومما يقدح فيها ويضادها الرياء والسمعة. عكس الإخلاص الرياء والسمعة. الرياء أن تعمل العمل ليراك الناس، مأخوذ من الرؤية. شرعا إظهار الشخص العبادة بقصد أن يراها الناس فيحمدوه عليه، يعني بيصلي يقوم يحسن الصلاة عشان الناس ايه تشوفه، يقرأ قرآن بصوت حلو عشان الناس يقول الله على الجمال، ما هو عشان الله، يكون نيته من البداية لإيه؟ من أجل الناس. ومن الرياء السمعة، السمعة يعني ايه؟ مأخوذة من الاستماع، وأن ذلك أن يسمع الناس شيئا، يعني ايه؟ يقرأ قرآن، يذكر الله لكي يثني عليه الناس. يبقى الرياء يوريهم، السمعة يسمعهم، سهلة؟ والاثنين يكون الهدف هو أن يسمعه الناس أو يراه الناس، ليس لله. ويسمى الرياء الشرك الخفي، لأن صاحبه يظهر أن العمل لله ويخفي في قلبه أنه لغير الله. هو من ساعة ما جه يعمل العمل بينوي للناس مش لله، خلاص؟ لذلك هو الشرك، أشرك مع الله غيره، عمل العمل ده للناس وليس لله. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له. رد لا يريد الله. أمثلة الرياء: أن يحسن الإنسان صوته ليراه الناس ويثنوا عليه، يبقى هنا بالصوت سمعة. أن يتصدق الإنسان ليثني عليه الناس، يبقى رياء. يبقى الرياء والسمعة الاثنين هما الاثنين بمعنى واحد. خلي بالك هو الهدف بتاعه ايه. خلي بالك ساعات انت تعمل حاجة لله بس تدخل وتقوم يدخل فيها الرياء، ده موضوع تاني هندخله بعد شوية، لكن كان الأصل لله هذا فيه علاج. أذكر ثلاث أمثلة أخرى للرياء. طيب، ذهب رجل يحج ليقول الناس أنه حج وأنه رجل صالح، بس مش عشان الناس، مش عشان الله. عندك بقى، عندنا في مصر يعني يكتب على البيت كده الحاج فلان ويرسم طيارة على البيت، يبقى رايح علشان الناس يقولوا عشان الحاج فلان، ويعمل له مولد ويطبلوا له ويعملوا له حفلة وهو رايح وهو جاي، ده اللي بيحصل. لكن في ناس بتبقى إخلاص لله وما بيعملوش حاجات من دي. مثلا ايه كمان اللي ممكن يبقى فيها مثال عشان خاطر الناس تقول؟ مثلا ايه، يصوم ويقول أنا صائم، يقول إيه أنا صائم ليمدحه الناس، تمام؟ يبقى هو الهدف هنا إيه؟ يقول أنا صائم عشان الناس. طيب، صلى، أو مثلا قلنا يحسن صوته، مش خلي غير يحسن صوته، يذكر الله أمام الناس، أمام الناس بصوت
جميل، ليمدحوه. ماشي، يخشع في الصلاة، يطيل السجود، يطيل سجوده ليراه الناس ويقول أنه خاشع في السجود. أي عمل بقى؟ أي إيه؟ يقول الناس أنه خاشع إيه؟ في السجود. حسن صوته في القرآن، يحسن صوته في الدعاء، تمام؟ أي حاجة من دي. يروح يصلي من الأساس عشان الناس بتقول عليه بيصلي، ما هو عشان الله يرضى عليه. كده خلصنا دول. طيب نروح حكم الرياء. الرياء حرام، وهو من الشرك الأصغر. حرام حرام، وهو من الشرك الأصغر. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. خلي بالك، أنا ممكن أحسن صوتي، بس مش عشان تقول إن صوتي حلو، عشان الله أمرنا أن نحسن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال تغنوا بالقرآن، اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني حاول تعمل إن أنت هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عشان الناس، هذا لتنفيذ الأمر وتأخذ الأجر من الله وترتل. ورب قال: ورتل القرآن ترتيلا. يبقى أنت لازم تقرأ بإيه؟ بترتيل، وتحسن صوتك، بس مش عشان الناس، لا، حتى يرضى الله عنك، وتعلم الناس ويقولوا وراك صح، برضه عشان الله يرضى عليك، مش عشان يقولوا إن أنت كده. يبقى إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تمام؟ هنا بيراءهم، بيصلوا عشان يراءهم. ماشي؟ طيب، حديث محمود بن اللبيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول بيقول كده: أنا خايف عليكم قوي من الشرك الأصغر ده. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم، كل واحد ياخد جزاء عمله بقى، لكن المرائي ده بيقول له إيه؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا. ربنا يقول لهم كده: أنت كنت بتصلي عشان الناس تشوفك، روح لهم. كنت بتصوم عشان فلان يشوفك، روح له. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ يلا روحوا لهم بقى يجازوكم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، للمرائين، للي بيعمل العمل للناس مش لله، إذا جزي الناس بأعمالهم، بقى الناس المخلصين هياخدوا أجرهم، هيدخلوا الجنة، لكن المرائين يقول لهم إيه؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أثر الرياء على العمل، مخالطة الرياء للعمل، لا، حكمين، وجهين: أن يكون الرياء في أصل العمل، إذا كان في أصل العمل، يعني أنت من البداية بتعمل علشان الناس، أن يقوم فيصلي من أجل الناس، يتصدق من أجل الناس، يذكر الله من أجل الناس، حكمه فاسد، لا يقبله الله. إذا كان من أصل العمل، من البداية بادئ برياء، لا يقبله الله. وذلك أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له وحده لا شريك له. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. الطاعة السالمة من الشرك، ما يحب صلاة ولا صوم ولا زكاة إلا الطاعة سالمة له. ألا لله الدين الخالص. يبقى لا، الحكم النوع الأول لو كان في أصل العمل من البداية في رياء، لا. لكن في حكم تاني، أن يكون الرياء في صفة العمل لا في أصله. يعني إيه؟ يعني قام يصلي لله، كان بيصلي في أمانة الله ونيته لله، فإذا أحس بمن يراه، لا، واحد عمال يبص عليه، راح إيه؟
طول صلاته عشان الراجل يقول لك ده الراجل ده كده، او يتصدق لله. حلو، كان بيخرج صدق، فبص كده لا حد بيبص بيشوفه، فراح مزود، بدل ما كان يخرج 10 خلاها 20، بدل ما كان يطلع 100 خلاها 200. هنا له حالتان، له ايه؟ حالتان. الاولى ان يكون خاطرا، يعني لما شاف الراجل ده كده خطر على باله، بس رجع اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اجعل عملي لوجهك خالصا، فهذا يجب دفعه، فاذا دفعه لم يضر. يعني لو كان بيخرج الزكاه بعدين واحد بص عليه قال ده هيشوفني ورجع تاني قال ايه، لا 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 سيبك منه، المهم العمل لله، ما يشوفني ولا ما يشوفنيش انا اعمل له ايه. يبقى كده الحاله دي دفع الخطر، دفع الرياء، لم يضر، عمله خالص لله. لكن اذا استمر معه فهذا لا يبطل يعني ايه استمر معه، يعني اذا بقى يزود الصدقه عشان الراجل يشوفه وتمخمخ على كده وصمم على كده، لا يبطل جميع عمله، وانما يبطل العمل الذي قرنه الرياء. يعني لما زود 100، هو كان بيدفع 100، زود ال 100 الثانيه، ال 100 الثانيه دي بقى هي اللي ايه اللي فيها الرياء، يبقى ايه العمل الذي قرنه الرياء. يعني كان بيصلي في امانه الله وبعدين زود الشويه دول اللي هم دول اللي فيهم الرياء، لكن الاول الشويه الاولانيين كانوا لله، لما طول دي اللي هو ايه باطل. ليه؟ لان قارنه رياء. يبقى دلوقتي لكن لو هو بيصلي وبعدين شاف واحد قال انا هطول يبقى رجع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص دفع الخطر، فهذا لا يضر شيء. لكن بقى لو فضل بقى مصمم على انه هو يطول عشان الراجل، يبقى من اول ما بدا يطول ده هو اللي باطل، لكن اللي في الاول اللي ما كان بيعمله لله صحيح. سهله. يبقى انا عندي الوقت حاجتين، من الاول خالص كنت ناوي رياء، ده باطل فاسد، كان شيء كان لله بس ايه دخل فيه رياء، استعذت بالله يبقى حلو تمام، ما استعذتش واستمريت يبقى من اول ما استمريت في الرياء هو ده اللي ايه هو اللي فيه الخطر. ماشي. اثر الرياء على العمل، قلنا ان يكون الرياء في اصل العمل، ده بقى ده دي ملخص من البدايه اللي هو بادئ في اصل العمل، ده حكمه فاسد لا يقبله الله. الوجه الثاني ان يكون اصل العمل لله تعالى ولكن يزيد فيه وصف او شيء لاجل الناس، زي ما كنا لسه بنقول صلى او تصدق بس لما شاف حد زود. الحالة الأولى أن يكون خاطر، يعني خطر على باله بس كده، ودفعه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اجعل عملي لوجهك خالصا، يا رب تقبل مني، لا يضره شيء خلاص. لكن إذا استمر معه وفضل بقى يحسن عشان الناس، لا يبطل جميع عمله، وإنما يبطل العمل الذي قارنه الرياء، من أول ما شافه اللي قبل كده كان لله. طب نعالج الرياء ده إزاي يا أبطال؟ أول شيء تذكر عظمة الله تعالى، وأن العبادة يجب إخلاصها لله لا شريك له، الله هو الذي يستحق العبادة. الناس دي إيه؟ زي وزيك، زي وزيك، اللي عمال يبص عليه زي وزيك، ما ينفعكش عند الله. مدافعة الرياء والاجتهاد في استحضار الإخلاص لله تعالى، تقول أعوذ بالله، الله يا رب أنت المطلع على العمل، يا رب يا رب اجعله خالص لوجهك، يا رب يا رب لا تجعل فيه رياء ولا سمعة كده. ليه؟ وتقعد تخلصوا لله وتقول أن مالي كل الناس دي فانية ما تسوي شيء، أنا أعمل عشانهم ليه؟ تذكر أن الناس لن ينفعوه بشيء، وأنهم مهما بلغوا فلن يغنوا عنه من الله شيئا، فيترك النظر إليهم وثنائهم ومدحهم. أيضا تذكر بأن الله تعالى لا يقبل العمل ما دام فيه شيء من الشرك. تعويد النفس على إخفاء بعض العبادات وعدم إظهارها، مثل قيام الليل وصدقة السر، يعني ما يعملش بقى قدام الناس، هو بيصلي في الجامع صلي لله بقى، ده يعودك ان انت تكون بتعمل العمل لله، ما حدش شايفك خالص اهو، حتى بعيد عن اهلك تطفي النور وتخبي نفسك. وصدقة السر لحتى لا ترى يمينك ما شمالك ما انفقت يمين. اللجوء الى الله تعالى والالحاح عليه في الدعاء بان يعيذك من الرياء، الله تقول لي اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم،
اللهم اجعل عملي لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيء. تمام. بعد كده الخوف من الرياء. الرياء نوع من الشرك بالله تعالى، وهو يحبط العمل، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فالواجب على المؤمن أن يخافه على نفسه وأن يكون شديد الحذر منه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر المسيح الدجال. يعني قاعدين يتكلموا عن المسيح الدجال ويسموه المسيح لأنه ممسوح العين وهيخرج آخر الزمان وفي ناس كتير هتأمن به وهيخش النار. فقال: ألا أخبركم بمن هو أخوف عليكم عندي من المسيح؟ يعني بالنسبة للرسول اللي أخوف من المسيح الدجال هو الشرك الخفي. فقال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني عشان في واحد بيبص عليه، هو ده الشرك الخفي اللي أخطر من المسيح الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه رضي الله عنهم وهم الذين وجه لهم الخطاب ابتداء، فغيرهم ممن لا يصل إلى منزلتهم أولى بأن يخاف عليه من الرئ. يعني إحنا مفروض أن نخاف على نفسنا أكثر من الصحابة دول. تمام. طيب، بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي؟ أو قال: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، عشان شايف ان واحد بيبص عليه. لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الخفي؟ لأنه عمل قلبي لا يعلمه إلا الله تعالى. عمل قلبي ما حد يشوفه، خفي، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هنا ترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء. هل يجوز أن نترك العمل الصالح خوف من الرياء؟ لا. بيقول لك: قد يأتي الشيطان إلى المسلم فيوهمه أنه يرائي الآخرين ليبعدوا عن العمل الصالح. ويقول: طب والله ما انا رايح بقى، عشان ايه؟ الناس هتشوفني وانا مش عاوز يبقى في رياء. ده غلط، ده الشيطان بيضحك عليه. فاذا حصل هذا فليدفعه المسلم عن نفسه، وليتعوذ بالله من الشيطان، والعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، ما يتركوش. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: والاعمال المشروعه لا ينهى عنها خوفا من الرياء. يعني انت المفروض رايح تصلي، تقول مش هصلي عشان الرياء، لا، صلي، بس ايه؟ خلي عملك خالص لله والعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: اللهم اجعل عملي لوجهك خالص. برضو قراءة القرآن والذكر، تقرأ وتذكر، بس ايه؟ تقول: اللهم اجعل العمل، وتستعذ بالله، ما تخليش بقى لله للناس. ومما لا يدخل في الرياء، ليس من الرياء أن يعمل المسلم عمل يخلص فيه لله عز وجل ويطلع عليه بعض الناس فيثنون به عليه فيفرح بفضل الله ورحمته ويستبشر بذلك. يكون هو عمل العمل خالص لله، لكن ايه؟ يقول: والله انا عملت ده عشان خاطر يبقى قدوة، يبقى ايه؟ قدوة. فيستبشر بذلك. حديث ابو ذر قال: قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني سيدنا عمر مثلا، سيدنا ابو بكر قال جاب كل ماله، كلنا عارفين كده، بس هو عامل العمل لله، ما هو عشان احنا نقول كده. ايضا سيدنا عثمان تصدق وجهز جيش العسرة، وتصدق بالقافلة التي جاءت والتجار كانوا عاوزين يشتروه، بس عامل لله مش عشان الناس. فهمنا؟ لو انت عملت لله والناس عرفت ومدحتك عادي، لكن ما تبقاش انت ايه، مبسوط بقى ومخمخ على كده. تمام. طيب، نروح بقى للأسئلة.
السؤال الأول، أبين أثر الرياء على العمل. الأول أن يكون الرياء في أصل العمل، حكمه فاسد لا يقبله الله تعالى، لأن خلاص هو من الأصل. الثاني أن يكون أصل العمل لله تعالى، ولكن زاد فيه لأجل الناس. عمل كان بيصلي تمام بس زود عشان الناس، إذا كان عارضا يجب دفعه ولا يضر، خلاص يستعذ بالله. وإن استمر معه لا يبطل جميع العمل، ولكن يبطل الذي قرنه الرياء، الجزء اللي فيه رياء. واضح؟ السؤال الثاني، ما علاج الرياء؟ 6 حاجات: تذكر عظمة الله تعالى وجلاله، وأن العبادة يجب إخلاصها لله وحده، مدافعة الرياء يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاجتهاد في استحضار الإخلاص لله تعالى. اللهم اجعل العمل لوجهك خالصا، يعني إيه تنوي تنوي كده، يعني تخلي العمل لله مو عشان الناس. تذكر أن الناس لن ينفعه بشيء، فيترك النظر إليهم وإلى ثنائهم، هو زيه زيك، هتعمل له ليه؟ تذكر أن الله تعالى لا يقبل العمل ما دام فيه شيء من الشرك، ابعد عن الرياء، لأن مش هينفع كده خلاص فسد، فيبعد عنه الرياء. تعويد النفس على إخفاء بعض العبادات مثل قيام الليل وصدقة السر، ما حد يعرفها إلا أنت، هذا بينك وبين الله، يبقى ده خلاص يتعود بقى على العمل خلاص لله. اللجوء إلى الله بالدعاء أن يعيذك من الرياء. طبعا احنا بنختصر ما بنجيبش كل القطع، يعني المفروض تقول إيه مثلا؟ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، يعني ده ملخص الدعاء يعني. السؤال الأخير، بيّن حكم ما يأتي مع بيان السبب. طالب ترك سنة الظهر خوفا من الرياء، لا يجوز وهو مخطئ، لا يجوز وهو مخطئ مخطئ، ويجب عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يترك الصلاة السنة، وعليه أن يخلص العمل فيها لله. حلو، شاب صام ليمدحه الناس، ده من الأول عمله فاسد لا يقبله الله، لأن رياء في أصل العمل، لأنه رياء في أصل العمل، يبقى عمله فاسد لا يقبله الله لأنه رياء في أصل العمل من البداية، ما كان يقصد الله من البداية، فمن البداية عمله فاسد. في الختام، لا تبخلوا علينا بالدعاء واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنده قريبه أو زميله يعطي له رابط القناة الابتدائي، كل المواد موجودة في قوائم التشغيل، والمتوسط إسلامية.